الخطا الان اهلاوي وعرضيه عاليه وفرصه الله خير بالومينو والهدف الثاني للاهلي الان يريحهم بالومينو كثيرا بالومينو هو من يسجل الهدف الثاني خير يسجل لهم الثاني ويريحهم كثيرا والاهلي الى النقطة 58 الى النقطة 58 مطاردا للمتصدر بحثا عن لقب الدوري في هذا العام يريدون الدوري في هذا العام يا بالومينو وكرة برأس بالومينو تجلب الهدف الثاني وتضع الاهلي في